منتصف نهار جديد من القاهرة، وفي المنتصف نتجول بكم في عالم الأخبار والتقارير والأحداث، وفي المنتصف أيضا نستكشف ما يدور في قارة كوكبنا ونتعمق فيه برؤية والتحليل، وفيه نتحرى حقيقة الخبر حيثما كانت. ونتناول اليوم في حلقتنا تفاصيل الحديث الصادم لوكالة أونروا حول عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر، ونتناول أيضا ما وراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جنوبي مدينة صور اللبنانية. وفي حلقتنا نتناول تداعيات تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية في حرب بلاده ضد أوكرانيا. أهلا بكم في منتصف النهار، أنا هاجر جلال، والآن نستعرض سويا عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. وكالة الأونروا تؤكد أن إحصائيات أعداد الشهداء من أطفال غزة صادمة ومستمرة. قتلان وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوبي مدينة صور. بوتين يهدد باستخدام السلاح النووي في حرب بلاده ضد أوكرانيا. أرحب بكم من جديد وإلى تفاصيل منتصف النهار، حيث قتل شخصان وأصيب آخران في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوبي مدينة صور اللبنانية. كانت تقل أحد مسؤولي حزب الله اللبناني هذا، وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الأربعاء تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات استهدفت المدنيين في لبنان. لتحليل أوفى ينضم إلينا من بيروت السيد غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال اللبنانية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. قواعد الاشتباكات ما بين الجانب اللبناني وهو محدد في حزب الله وما بين إسرائيل تغيرت، الخريطة تغيرت وأصبحت الاشتباكات أكثر عمقا وعنفا واستهدافا لقياديين، كيف تصفها في لبنان الآن؟ طبعا يعني اليوم لبنان يعيش حربا حقيقية وعدوانا إسرائيليا شاملا، خصوصا بأن إسرائيل هي كسرت قواعد الاشتباك وبدأت تضرب في العمق اللبناني وبدأت تستهدف بعض القيادات من قيادات المقاومة وقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس. وما حصل اليوم في صور هو استهداف لقيادي في كتائب القسام من مخيم الرشيدية، هو تابع لحركة حماس. لا شك اليوم بأن إسرائيل تفتش عن إنجاز مفقود فقدته في غزة، حيث لم يتمكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يحقق أي من الأهداف التي تحدث عنها، فهو لم يقضي على حماس ولم يحرر الأسرى ولم يهجر الفلسطينيين ولم يوقف حتى الآن عمليات المقاومة. ونحن رأينا أنه بالأمس أو قبل أمس كيف كانت المقاومة تقيم تنظم عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وتقتل الجنود الصهاينة. لذلك اليوم الأمريكي ما يزال مطالب بتحقيق إنجاز يمكن أن يجعله قويا على طاولة المفاوضات التي تجري حاليا. لذلك فهو اليوم
يقوم بعمليات منفردة سواء في استهداف قيادات حماس في غزة أو في استهداف قيادات المقاومة وبعض المراكز في لبنان، لتجميع إنجازات صغيرة وتقديمهم للأمريكي، عسى أن يستطيع الاستفادة منهم في المفاوضات الجارية. طبعا اليوم يعني نحن في لبنان نعيش حالة حرب، ولكن يعني هذه حتى الدخول إلى هذا العمق من جانب إسرائيل وقيام المقاومة الإسلامية أيضا بضرب العمق الإسرائيلي وصولا إلى الجولان وكثير المراكز وتجمعات الجنود، لكن هذه العمليات ما تزال منضبطة. نحن لم ندخل في حرب شاملة. تتحدث سيد غسان تتحدث أنها حرب منضبطة ولم ندخل بعد في مرحلة الحرب الموسعة، ولكن أعتقد إسرائيل لها أهداف أكثر توسعا في المنطقة. حدثني عن المجتمع اللبناني، ونحن نشاهد الآن صور للتفجير وللأعمال الخاصة بالجانب الإسرائيلي واستهداف للقيادين. هل المجتمع اللبناني راضي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية عن فرصة دخول حرب مع إسرائيل؟ من الطبيعي أن كل لبنان لا يريد حرب، حتى المقاومة نفسها لا تريد حرب، والحكومة اللبنانية لا تريد حرب، ولكن نحن نواجه عدوانا إسرائيليا حقيقيا تقوم المقاومة بالرد عليه. يعني اليوم المقاومة ليست هي الفعل، المقاومة اليوم هي ردة الفعل على العدوان الإسرائيلي الذي يحصل. طبعا اليوم في لبنان هناك انقسامات سياسية عديدة، هناك تيارات سياسية ضد المقاومة في أي مكان كان، ولكن هناك أكثرية لبنانية تعترف بحق هذه المقاومة وتؤيد هذه المقاومة، خصوصا أن الأكثرية في لبنان عندما تكون الحرب أو المواجهة مع إسرائيل لابد أن تكون مع المقاومة ومع سيادة بلدها وحصانة أراضيها. لذلك اليوم نرى بأن المقاومة تقوم بواجباتها في هذا الإطار، وهي ترد الضربة بالضربة. وطبعا الكل يعلم والمجتمع الدولي أيضا يعلم بأن إسرائيل في حال دخلت حربا مع لبنان فإن هذه الحرب لن تكون نزهة. فالمقاومة الإسلامية في لبنان حتى الآن لم تستخدم إلا الشيء القليل القليل من الأسلحة الموجودة لديها. هي اليوم تضرب الصواريخ، صواريخ الكاتيوشيا، وهي لديها الصواريخ الدقيقة وكثير من الصواريخ المتطورة، ولكن نعم هي مسألة أن العنف سيد غسان، العنف لا يولد إلا العنف. نتمنى أن يكون الجانب اللبناني في أفضل حال وتذهب الأمور إلى تهدئة. أشكرك سيد غسان ريفي، كنت معنا من بيروت، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال اللبنانية، شكرا جزيلا لك. أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات. ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بالصادمة، مضيفا أن العدوان في غزة يستهدف مستقبل الأطفال، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة. للتعقيب حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة سيد عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي للأونروا. سيد عدنان، كيف تصف ما لديك من أوضاع الأطفال في غزة؟ يعني كما ذكر السيد المفوض العام للأونروا، يعني عدد الأطفال الذين قتلوا خلال 4 سنوات الماضية في كل نزاعات العالم، في كل الحروب التي حدثت في العالم،
عدد من قتل في غزة خلال 4 شهور هو أكثر من ذلك. يعني عدد الأطفال الذين قتلوا خلال 4 سنوات الماضية في الحروب المختلفة في العالم كان حوالي 12,139 طفل، بينما في غزة خلال 4 شهور قتل حوالي 12,300 طفل وأكثر من ذلك. يعني اليوم وأمس أيضا هناك قتلى جدد من الأطفال، هذا يضاف إلى الأطفال الذين توفوا نتيجة سوء التغذية. نتحدث عن أيضا عشرات الآلاف من الأطفال الذين جرحوا أو الذين أصيبوا بإعاقات أو غير قادرين على ممارسة حياتهم. يعني هؤلاء لا يصنفوا من ضمن القتلى، ولكن عمليا هم في النهاية فقدوا كل شيء. من فقد ساقيه أو يديه أو عينيه أو أصبح لا يرى، كثير من المآسي حدثت بالنسبة لهؤلاء الأطفال. لماذا؟ لأن نصف سكان قطاع غزة هم من الأطفال، يعني أقل من 18 عاما نتحدث عن حوالي 51% من السكان، لذلك هم فيها أكثر استهدافا أو أكثر تعرضا لمصائب هذا القصف والتدمير. يعني نستطيع القول بشكل واضح وصريح سيد عدنان أنها حرب على الأطفال أكثر منها حرب على الفلسطينيين بشكل عام، ولكن هناك بعض التقارير تقول بأن الحرب على أطفال غزة هي قنبلة موقوتة وكارثة لأنها تخلق إرهابي مستقبلي. يعني بالتأكيد، يعني هذا الموضوع يعني قتل بحثا، ونحن قلنا بأن هناك نقطة تحول خطيرة قد تحدث في قطاع غزة، يعني استهداف المدنيين مباشرة، استهداف هؤلاء الناس الذين لا علاقة لهم بالفصائل السياسية، ويعني لا يهمهم، يعني هم أناس عاديون يقتلون الآن. يعني عندما تقتل يوميا 63 امرأة منهم 37 أم، يعني هذا هو المعدل منذ بداية العمليات العسكرية حتى الآن. يعني هؤلاء الناس فقدوا كل شيء، فقدوا بيوتهم ومستقبلهم وأولادهم وحياتهم وأقربائهم. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى سيستمر ذلك؟ يعني هذا سيؤدي في النهاية إلى خلق جيل عنيف لا يؤمن على الإطلاق بأي قيم من القيم التي نحن درسناها لهم، مثلا حقوق الإنسان والديمقراطية. الآن الكل يسأل عن لماذا درستونا حقوق الإنسان، لماذا درستونا ديمقراطية، يعني أين هي قيم الأمم المتحدة والعدالة. يعني هذه التساؤلات نعتقد أن الجيل القادم للأسف الشديد لن يؤمن بها. نعم، الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني في غزة هو لم يتربى على أنغام الموسيقى ولكن على أصوات القنابل والمدافع، سيؤثر بشكل كبير في نشأ متأثر نفسيا بما مر به من أحداث. ولكن إذا استطعنا تغاضي أو غض البصر عن ما يحدث في غزة، سواء كان على مستوى الشيوخ أو على مستوى الرجال أو على مستوى النساء، هل يستطيع العالم وهو يتشدق ب الحضارة وحماية حقوق الأطفال أن يصمت عن هذا العدوان الغاشم على الطفل الفلسطيني؟ يعني ما يحدث في غزة هو اختبار أيضا لكل قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، واختبار لضمير العالم. من يدفع ثمن هذه الحرب هم الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالسياسة، لا علاقة لهم بأي شيء، لا بالفصائل، لا بحماس، ولا جهاد، ولا جبهة شعبية، ولا بأي شيء. والدليل على ذلك أنه 70% من الذين قتلوا هم من النساء والأطفال، وأيضا من الرجال العاديين. يعني هناك أنباء التي ترد والتقارير التي ترد كلها تتحدث عن فظائع، تتحدث عن أن من يدفع الثمن هم الأبرياء، وهذا الشيء خطير للغاية. يعني هناك تساؤل الآن لدى الجميع، يعني نلحظه ونسأل يوميا، لماذا يستهدفوننا إذا كنا ليس لنا علاقة بكل هذه الفصائل؟ حتى أن بعض هؤلاء الناس على خلاف، الذين يقتلون على خلاف مع هذه الفصائل ولديهم موقف، ورغم ذلك يتم استهدافهم وقتلهم. يعني هذه مشكلة كبيرة وسيكون لها يعني نتائج خطيرة في المستقبل، وعلى العالم أن يعي ذلك. إذا كان الرئيس الأمريكي
إذا كان وزير الدفاع الأمريكي أوستن قال بأن 25 ألف قتيل هم من النساء والأطفال، يعني هذا الإدارة الأمريكية التي تتحدث بذلك. إذن هذا الصمت الدولي أمام أن هناك حقائق واضحة الآن لا لبس فيها، ويتحدث بها من هم أصدقاء إسرائيل قبل أعداء إسرائيل، يقولون بأن المدنيين اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي يقول بأن هناك عملية تجويع لغزة، يعني لم تعد القضية تتعلق حتى بالأونروا، أن إسرائيل تريد الأونروا أو تكره الأونروا أو تكره الأمم المتحدة على الإطلاق. هم أصدقاء إسرائيل يتحدثون الآن. نعم سيد عدنان، هو مفهوم ضمنيا بأنها أداة حرب، هي تجويع لسكان القطاع، هي أداة حرب أخرى إجرامية تضاف إلى السجل الإجرامي الأسود للعدوان الإسرائيلي. ولكن دعني أخذك إلى المساعدات الإنسانية، ونحن نتحدث عن فكرة أو تحدث البيت الأبيض عن فكرة وجود ميناء يكون عائم بشكل مؤقت يتم إنشاؤه في خلال 60 يوم لإيصال المساعدات إلى غزة. هل كل هذه المحاولات حتى الشاحنة 200 طن أو 200 شاحنة من لارنكا من قبرص، كل هذه المساعدات ستؤمن الغذاء والأدوية للشعب الفلسطيني تحت الحصار؟ يعني الآن دعينا نتحدث عن 60 يوم قبل بدء هذا الميناء، يعني ما الذي سيحدث خلال 60 يوم؟ يعني خلال هذه الفترة هل ستستمر سياسة التجويع؟ هل ستستمر المجاعة التي تفتك بمئات الآلاف في شمال قطاع غزة؟ حتى لو تم إنشاء يعني هذا المعبر البحري يعني هذا الممر البحري المؤقت، في النهاية هناك 7 معابر برية بين إسرائيل وقطاع غزة. يعني نحن نرحب بأي طريقة لإدخال المساعدات من الجو، يعني من البحر. سيد عدنان ترحب بأي طريقة، ولكن هناك ما لفت نظري أن كان هناك منذ أسابيع ومنذ أيام استهداف لبعض المنطقة في لتوزيع المساعدات الإنسانية، واستشهد فيها أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين. هي المصيدة فيما يخص المعونات أو المساعدات الإنسانية، وليست بمستغربة على العدو الإسرائيلي دائما ما يفعل مثل هذا. هل تتوقع أن يتكرر المشهد في ما يخص بالمساعدات أيضا عبر البحر؟ إذا لم تكن هناك جهة منظمة وبالذات الأونروا، لأن الأونروا هي التي تملك القدرات اللوجستية، تملك الشاحنة، حيادتها إسرائيل سيد عدنان، حيادتها إسرائيل. يعني إذا كانت العملية ستأخذ يعني منحة كما كان في السابق، نحن سنكون أمام مصيبة. يعني يجب أن يكون هذا العمل منظما تماما في الدخول، لأنه عملية إدخال مئات الأطنان أو آلاف الأطنان من المساعدات بالطريقة التي كانت تدخل بها يعني الإسقاطات الجوية، ما الذي حدث؟ نعم هي جيدة وتصل، لكن هناك فئات لا تستطيع المزاحمة، لا تستطيع الجري، ليس لديها القدرة على الحصول على هذه المساعدات. يعني فئة الشباب والقادرون هم الذين حصلوا، ولكن هناك 10,000 العائلات ليس لديها القدرة على أن تجري وراء إسقاطات من الجو. يعني الطريقة الأسهل هو الدخول البري بطريقة منظمة، التنظيم هو الأساس، سواء من الجو أو من البحر أو عبر المعابر البرية، وبالذات أن هناك 7 معابر برية بين إسرائيل وقطاع غزة. إسرائيل تستطيع 10 دقائق إدخال آلاف الشاحنات إلى غزة إن أرادت. نعم سيد عدنان أبو الحسن أبو حسن المستشار الإعلامي للأونروا، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية في حال شعرت بخطر وجودي، مشيرا إلى أن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم. وأوضح بوتين أنه إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا سيتم التعامل معهم باعتبارها مشاركة في الحرب. لتحليل أوفى ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات. أهلا وسهلا بك دكتور آصف. دكتور آصف، تطور
دكتور آصف، تطور خطير فيما يخص الخوف أو الذعر العالمي من تطور الحرب في روسيا. الآن نلوح بفكرة السلاح النووي، هل هناك خطر حقيقي أم هي ورقة تهديد فحسب؟ تحياتي لكم مرة ثانية والسادة المشاهدين. سيدتي، ليست مجرد تلويح بل هو فعلا خطر حقيقي، لأن الغرب كما رأينا جميعا يعني بدأ يشعر بأن أوكرانيا بدأت تخسر هذه المعركة. لذلك ما الذي ماذا بعد؟ يعني بعد انهيار أوكرانيا، بعد انهيار الجيش الأوكراني، ماذا بعد؟ إلى أين ستذهب روسيا؟ هل ستواصل روسيا هجومها باتجاه الغرب، باتجاه باقي الدول الأوروبية أم لا؟ المشكلة التي حدثت الآن أن روسيا حقيقة ممسكة بجميع خيوط اللعبة. يعني هم في حيرة، هم في تخبط ولا يعلمون ما يفعلون. أما روسيا فخطها واضح، تضغط وتضغط وتضغط حتى تنتزع، حتى تأتي تلك اللحظة التي تنتزع منها الاعتراف الذي تريده من الدول الغربية. لذلك بدأ هم الحديث عن موضوع إرسال قوات إلى أوكرانيا. النقطة هنا يجب أن نميز بين نوعين من السلاح، الأسلحة النووية التكتيكية والأسلحة النووية الاستراتيجية. إذا شعرت على الجبهة روسيا بأي إمكانية لخسارة جبهة معينة أو منطقة معينة فقد تستخدم السلاح النووي التكتيكي. أما السلاح النووي الاستراتيجي طبعا لا يتم استخدامه إلا إذا تعرضت روسيا نفسها إلى هجوم واسع النطاق، أو إذا شعرت بتهديد وجودي، أو إذا استخدم ضدها السلاح النووي. في هذه الظروف يمكن استخدام السلاح النووي. متى سنصل إلى هذه النقطة لا أحد يعلم، ولكن كل للأسف الشديد كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا الآن. نعم دكتور آصف، عندما يتحدث بوتين عن فكرة أن الولايات المتحدة ستصبح هي من ضمن الأعداء أو الخصوم ضمن أوكرانيا، هل تعتقد بأن هذا فيه نوع من الصلف من فكرة أن المتسبب في الأساس في الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية؟ سيدتي، يعني أساس المشكلة في أوكرانيا هي حقيقة هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تعبث بأمن الدول الأخرى، وهي يعني بداية القضية بدأت منذ نشر الدرع الصاروخية يعني في أو بعض القواعد إطلاق الصواريخ في جمهورية تشيك وفي بولندا، وتعبث بأوكرانيا وبأمن أوكرانيا منذ زمن بعيد. يعني هذه هي المشكلة. لذلك عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأننا نريد أن نحقق نصرا استراتيجيا على روسيا، يعني هم يقولون هذا الأمر، كيف يمكنهم تحقيق هذه القضية؟ يعني هم يعلمون علم اليقين أن هذه القضية ليست هينة، وأن روسيا قادرة على الرد على هذه التهديدات بكل سهولة. لذلك بالتأكيد العدو الحقيقي لروسيا هو الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وليست أوكرانيا نفسها. نعم، عندما يتحدث بوتين عن توسيع دائرة الصراع واستخدام السلاح النووي، ونرى في ذات الوقت بأن وزير الخارجية الأوكراني يتحدث عن فكرة أو شكل وجود هدنة، ما هو الأصح؟ سيدتي، هم يطلبون الهدنة الآن، ليس يعني يحاولون القول بأن نريد تجميد الصراع، أن نريد المفاوضات وما شابه ذلك. هم يريدون أن يمنحوا أنفسهم القليل من الراحة لإعادة تنظيم صفوفهم من جديد والهجوم من جديد على باتجاه روسيا. هذه هي القضية. روسيا لا تثق بهم إطلاقا، وعبر الرئيس بوتين عن ذلك خير تعبير، قال كيف يمكننا أن نثق بأولئك الذين يقولون بأننا نريد مفاوضات حول الحوض الأمن الاستراتيجي في العالم، وفي نفس الوقت يقولون بأن نريد تحقيق نصر استراتيجي على روسيا. لذلك أعتقد يعني أن الأمور متجهة باتجاه التصعيد، لأن روسيا نفسها لم تعد تثق بهم على الإطلاق، ويعني لم تعطيهم أي فرصة للراحة، لأن جربت في العديد من المناسبات هذه الطريقة ولم تنفع، وبالتالي لم يبقى أمامها سوى الضغط العسكري عليهم عبر الميدان. تفترض معي دكتور آصف بأن الجانب الأوكراني يحاول كسب بعض الوقت لإعادة التسليح، ولكن دعني أفترض فرضية أخرى، ماذا لو كان هناك مصداقية أو نية حقيقية للجانب الأوكراني بعد أن أنهك من حرب دخلت في أعامها الثالث؟ ما هي الضمانات المنتظرة أو التي تنتظرها روسيا من أجل إرساء هدنة؟ سيدتي، الآن روسيا منتصرة في هذه الحرب، والحرب كما رأينا جميعا يعني هي ليست حرب حقيقة بين أوكرانيا وروسيا، بل هي الحرب بين الناتو وروسيا.
لذلك ستحاول روسيا فرض شروطها، يعني لا يمكنها أن تعود يعني إلى المربع الأول في هذه العملية إلى ما قبل 10 سنوات، وبالتالي ستفرض شروطها على الدول الغربية. طبعا طبيعة هذه الشروط، أهم هذه الشروط هو الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق التي ضمتها، هذه أهم الشروط. والنقطة الثانية، يجب الاتفاق على هيكلية أمنية للأمن في أوروبا، لأن أساس المشكلة ومن يعبث بأوروبا الشرقية ومن سمى أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى في يوم من الأيام أوروبا الجديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست أوكرانيا. لذلك هذه المواضيع، الاعتراف بسيادة روسيا على هذه المناطق وإيجاد اتفاقية معينة مع روسيا لضمان الأمن في أوروبا، أعتقد أن هذا يأتي في صلب هذا الموضوع الذي يجب الاتفاق عليه بين الطرفين. يعني دكتور آصف، ترى المشهد بأنه لا هدنة في القريب العاجل. دعني أخذ المشهد لسيناريو أكثر عنفا وضراوة، وهو ماذا لو كان السلاح أو الخيار النووي لدى روسيا هو الخيار القائم والمحتمل؟ ماذا تنتظر أمريكا؟ هل سترد بذات الآلية أم ماذا؟ سيدتي، السلاح النووي ليس سلاحا للعبث، ليس سلاحا تقليديا أننا يمكن أن نضرب صاروخ من هنا وصاروخ من هناك أو قنبلة من هنا وقنبلة من هناك. إذا اتخذت روسيا هذه الخطوة فستقوم روسيا بضربة واسعة النطاق، ستشل الناتو بالمطلق يعني، ولكن بعدها ما الذي سيحدث بالضبط لا أحد يعلم، لأن الأرض ستصبح يعني الكل الأرض ستصبح ملوثة بالمواد المشعة وبالغبار الذري، وقد تصبح غير قابلة للحياة بعد ذلك. لذلك هذه الخطوة اتخاذها يعني في منتهى الصعوبة، لأنه لم تنتظر روسيا تلك اللحظة أن تضرب على الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة وتنتظر ردا من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا لن يحدث، ستكون الضربة واسعة النطاق وقاضية بكل ما تعنيه الكلمة معنى على كل ما اسمه حلف ناتو في يعني في الدول الغربية. سعيد للآن هيروشيما وناجازاكي، نتمنى ألا يحدث هذا دكتور آصف، لكن الحروب لابد لها من عاقل، ولكن الأسلحة النووية هي جعلت للحروب العالمية. أشكرك دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات، شكرا جزيلا لك. والآن وصلنا إلى نهاية المنتصف من هذا النهار، انتظرونا غدا قبل نصف ساعة من الآن في مثل هذا الموعد من هذا النهار. نترككم في رعاية الله، وإلى لقاء في نشرة فنية.